اليوم كاسيل اليوم كاسيل اليوم كاسيل اليوم كاسيل اليوم كاسيل اليوم كاسيل Come! Yeah.
شوفوا الدولارات اللي رامينا يحتفلون بأن النادي صار نادي غني والفلوس ما تهمهم. شكرا عبد الرحمن، محب له فيفتين عبد الرحمن. عدد كبير من الجماهير بدأ بالدخول، شوفوا طريقة الدخول. والله يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أغرب طريقة والله ملعبنا مشدد. ترى هنا خلاص كذا انت دخلت الملعب، بس فيه طبعا هنا سكيورتي ما انتم شايفين. كيف الأجواء بعد الاستحواذ؟ الأجواء ما شاء الله جميلة، والجماهير الآن متواجدين إلى الملعب، إن شاء الله نراكم الآن في الملعب كبه. بعد قليل كبه. الجمهور السعودي اليوم ما شاء الله تبارك الله في اعداد كبيره حضرت، لكن ما في تذاكر. حصلتوا شيء؟ خلصت التذاكر ها؟ لكن احنا جينا هنا للفعاليه. ايوه اهم شيء الفعاليه. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يعطيكم العافيه. بندر كم وصلت السوق السوداء؟ والله توصل الى اكثر من 1000 ريال. يا لطيف يا لطيف، يلا موفقين. اوكي 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 خلينا يا رايحين ندخل الى الملعب خلاص. طبعا عدد البوابات كبير جدا حول الملعب، هذه من الاشياء اللي تميز الملاعب في انجلترا ان البوابات كثيره. انا مدخلي رقم 87، يعني انتم تخيلوا في اكثر من 90 بوابه حول الملعب بهذا الشكل. ياس يرحبون دائما بالزي السعودي. هذا الدرج اللي يطلع الملعب. اوكي Thank you.
هجوم جماهير توتنهام تستفز جماهير نيوكاسل. الرجاي ايوه اوكي والله جمهور هدف اول لتوتنهام. الله 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 جمهور نيوكاسل. رجع للفار هدف لتوتنهام، هدف ثاني لتوتنهام. يقولوا احنا اغنى منكم. يلا الله 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 جماهير توتنهام وجماهير نيوكاسل يحيون بعض. وش اللي صار؟ هتافات صراحه ما افهمها انا، لكن صار انسجام بينهم. السلام. والله الأجنحة صواريخ في نيوكاسل ما شاء الله. ما خلف الكواليس بين الشوطين الجماهير تستعيد نشاطها بوجبة بين الشوطين. The important thing this season is to stay in this division. We've got to avoid relegation. I think we will avoid relegation, and then we can push on to much better things in the future. But it looks like we're going to lose today. It's not very good today, but there's better things in store in the years to come. I've got no doubt about that, thanks to the Amanda Stavely Consortium, with the Rubens and especially the Saudi Arabians. That's the way forward. Thank you so much. Thank you. المباراة باقي عليها شوي، انا خرجت بدري شوي قبل الزحمة، ان جماهير صراحة شوي متعصبين يعني، خاصة مع الخسارة. لو تلاحظوا بعض الجماهير حتى يعني شوفوا هنا مسكوا احد المشجعين ارتكب مخالفة، فالوضع شوي مؤثر على الجماهير. لو تلاحظوا حتى العوائل بدأوا يعني شاردين بعيالهم. جمهور متعصب جدا، جمهور متعصب جدا، خاصة يعني بعضهم خرج عن النص.
طبعا نشوف الجماهير اللي خرجت بدري تتابع اخر دقائق من المباراه عن طريق الشاشات في احد الكافيهات امام الملعب. بدأت الآن الأمطار مثل ما تشوفون على نيوكاسل، والجماهير خارج الآن من الملعب. الله 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 الله، بأعداد كبيرة جدا. السلام عليكم. يا كيف حالك؟ ايه. الحمد لله. الحمد لله. مرحبا يا شيخ. مرحبا يا حبيبي. You work in Saudi? Yeah. Before? Yeah. Where? Saudi Aramco. Okay. في جدة. جدة. King Abdullah Sports City Stadium. Okay. أنا شكل. مين كريم؟ صديق. الله الله الله. والله.